لمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حافظ قرقوط. مرحبا بك أستاذ حافظ. أنباء عن فشل ممثلي النظام والميليشيات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشان عفرين، كيف تقرأ المشهد في الشمال السوري؟ تحية لكم ولمشاهديكم. يعني بتوقع بأنه النظام أصلا لو تم هذا الاتفاق لا ليس لديه قوات أصلا لكي يسيطر على هذه المناطق ومنهك، وبقية القوات جزء من مرتزقة قادمين من عدة دول دفعت بهم إيران أو روسيا أيضا كما ذكر تقريركم، وهم جزء منهم أيضا من ميليشيات محلية من داخل سوريا يتم تطويعهم مقابل أجور أو إغراءات معينة. أما كقوة نظامية لسيطرة على مناطق، لو كان يستطيع ذلك لتقدم بالغوطة الشرقية في جوار دمشق وهي الأهم له من كل ذلك. يعني بالنسبة له الحدود بين سوريا وتركيا هو تقريبا نسيها منذ سنوات، تركها لحالة مفتوحة أظن، وأن قواته المنهكة أصلا من تشتتها على مساحة الأرض السورية وقوة الثورة التي كانت في 2012 و2013 حقيقة أنهكت هذا النظام الذي اضطرت إيران للتدخل المباشر ثم روسيا في نهاية عام 2015 أو خريف عام 2015. أتوقع بأن هذا الاتفاق مع الأكراد هو يعني أكثر منه بروباغندا إعلامية. النظام حتى تصعيب يعني طلب النظام من الميليشيات الكردية في تلك المنطقة تسليمه كل شيء، المدارس والمباني والجهات الحكومية، طبعا المؤسسات الحكومية الباقية وكل ما يمت إلى جهات سلطة الدولة ليعيد سيطرته كدولة. لكن حتى ذلك طبعا أعتقد بأن الميليشيات الكردية بعد كل هذا التعب والإرهاق الذي بنته خلال السنوات الماضية لن تتنازل عنه، وحتى بعضهم يتهم بعضه الآخر نفس بداخل عفرين بأنه تنازل أشبه بالاستسلام. هذا أعتقد أن عفرين بالنسبة لهم موقع مهم حتى أن تنازلوا عليها للنظام هي نكايب تركية وليس رغبة منهم. وعلى الرغم من ذلك أظن بأن النظام بعيد عن ذلك إلا إذا كان هنالك تفاهمات دولية واضحة عن طريق الروس أو الأمريكان، وكلا الجانبين أيضا لا يريد أن يعطي نقاط قوة باتجاهات أخرى لبعض. الرئيس التركي صرح أن غصن الزيتون استطاعت أن تسيطر على 300 كيلومتر حتى الآن. من وجهة نظرك يعني ما النقطة التي تهدف هذه العملية، أي غصن الزيتون، الوصول إليها؟ يعني لا أستطيع أن أقدر ما هي الدراسات الاستراتيجية، قد يفهمها العسكريون أكثر مني، لكن أعتقد بأن هنالك عمق معين جغرافي صرحت عنه تركيا سابقا. هذا العمق هو يضمن حدودها واعترفت بها حتى الولايات المتحدة، لكن أيضا لا تريد لا تركيا ولا بقية الدول المشاركة داخل الأرض التركية السورية في الملف السوري، كل الجهات أقصد أمريكا وروسيا وتركيا وحتى الإيرانيين وبقية الجهات التي تتواجد على الأرض السورية، لا أعتقد أنها تريد تصعيد مواقف تجاه بعضها البعض، بما معنى أن سيبقى حبل التوازنات هو الذي يحكم التمدد أو التدخل إن كان التركي أو غيره. زيارة تيلرسون الأخيرة إلى أنقرة، ما مدى تأثيرها على عملية غصن الزيتون ومسارها؟ أعتقد بأن عملية غصن الزيتون بشكل عام خلطت كل الأوراق في المنطقة. يعني كان الأمريكان يعتقدون بأنهم يبنون قوة على الأرض بشكل أو بآخر على وجود الميليشيات الكردية الموالية أو التي ترغب في الانفصال عن سوريا. طبعا هي ميليشيات أضعف ما تكون في سوريا لولا هذه الفوضى، لا يوجد لها امتداد حقيقي، فالأخوة الأكراد في سوريا هم جزء من النسيج السوري وكنا ندرك ذلك، لكن يتصرف قوات أسد كما تصرف حزب البعث سابقا في بعض المناطق، بما معنى الابتزاز الداخلي للسكان على حساب الأمن. الآن أعتقد الزيارة الأمريكية إلى تركيا ستعيد أيضا ترتيب الأوراق من جديد بناء على التدخل التركي الذي أعاد خلط الأوراق لإعادة صياغتها وترتيبها، وهذا سيمتد ليس في عفرين فقط أو في هذه المنطقة الحدودية قرب حلب، بل أيضا سينتهي إلى شرق الفرات. يعني بالنسبة إلى تركيا الأمن تعتبره هذا يرفعنا للسؤال أيضا، يعني هذه التفاهمات التركية الأمريكية إلى أي مدى ستؤثر على النفوذ الإيراني في سوريا؟ بالنتيجة إيرانية بالنهاية هي الخاسر
النهائي، لأن إيران بشكل عام تصدر الإرهاب إلى منطقة الشرق الأوسط منذ عقود، والأمريكان والأوروبيين يدركون ذلك، ولديهم ملفات مؤجلة عن اغتيالات، عن حتى التنظيمات المتطرفة بما فيها النصرة وداعش. أعتقد بأن رأس خيطها موجود في طهران، وطهران هي تدير تلك الخيوط. أيضا في الجبال، وهنالك تقارير في بعض جبال إيران بأن قيادة القاعدة موجودة هنالك أصلا، وتبث تقاريرها ورسائلها الإعلامية من هناك. وأعتقد بأن إيران استفادت من هذا الملف كثيرا في الإرهاب، ولولا أن التوازن المصلحي بين إيران وإسرائيل لتفتيت منطقة الشرق الأوسط لكانت طهران قد قطعت يديها. لكن أيادي وأذرع إيران تفيد إسرائيل قبل أن تفيد إيران، وإسرائيل تقاتل بأيد غير أيديها لتفتيت منطقة الشرق الأوسط. ماذا عن هذا الجانب مختصر الملف. ماذا عن الجانب الروسي في سوريا؟ وصحيفة الجارديان البريطانية تتحدث عن مقتل 200 جندي روس الآن. وأعتقد أن العدد أكثر من ذلك، أعتقد لأن هنالك يعني شركات روسية أهم، فاغنر هي التي أسسها يعني بتصور ب 2015 طباخ بوتين يسمى، وهو مليونير روسي استفاد من عقود اطعام الجنود الروس او وزاره الدفاع الروسيه الجنود طبعا كشركات مطاعم له، فجنى ثوره كبيره ضخمه، منها ابتدى يؤجر المرتزقه لكي تصدرهم روسيا الى اوكرانيا وسوريا واي مناطق اخرى بعيدين عن السجلات الرسميه التي تعود لوزاره الدفاع الروسيه، ولذلك الروس لا يعترف بهم تماما. هنا هذه كما تسمى الميليشيات المحلية في سوريا أو مكان آخر، هي غير رسمية لكن تعتقد أنها مؤجرة، وهم مرتزقة حقيقة ويدركون ذلك لكي لا يطالبوا بتعويضات أول شيء للحكومة الروسية، ثم كي لا تحرج روسيا وهي عضو بمجلس الأمن بأنها تؤجر المرتزقة بهذه الطريقة الفوضوية. أعتقد بأن روسيا حتى لو كان العدد 1000 أو 2000 قتيل وليس 200 أو أكثر أكثر، يعني أعتقد أنها نعم. لن تسأل عنهم، هم بالتالي مأجورين، بالإضافة إلى أنها دولة لا يوجد لديها أيضا التزامات ضمن المواثيق، وهي وكلنا لاحظنا المطالبات وضحت الصورة. الدولية حتى بإصلاح مجلس الأمن بسبب التواجد الروسي فيه. شكرا لك السيد حافظ غرغوت الكاتب والمحلل السياسي السوري.